هناك قرد صيني بوجه غريب. إذا كان الحيوان السري يجيد التسلق ويتميز بوجه غريب الشكل، فقد يكون القرد الذهبي الذي يتميز بواحد من أغرب أشكال وجوه الحيوانات الصينية، والقرد الذهبي من أندر الحيوانات في الصين. قدم القرد الذهبي في الفن الصيني منذ قرابة 3000 عام، ولم يصدق الأوروبيون حينها بأن حيوانا بهذه الغرابة موجود فعلا، إلا بحلول عام 1871 عندما أحضر أول قرد ذهبي من الصين. عند تساقط الثلوج تقوم هذه القردة بحمل بعضها البعض للحصول على الدفء، لكن حيواننا السري لا يفعل ذلك.